تحياتي لكم، شكرا لكم على لي لايك والتعاليق. اليوم فيديو غادي يكون قنبله مع ملك الوحوش الاليفه. السلام عليكم. الوحوش ديال ايطاليا ميكاني كورسو، ومازال كاين الجريوات ديال هولي سبارتا، غادي تشوفوهم ان شاء الله. تحياتي اخوتي المولوعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن، ومرحبا بالجميع عند ملك الوحوش الاليفه. الله يبارك لي مولوصه العشره اليوم، ماشي حاجه هربانه. الكاني كورسو كيل بولي امريكا، دوبو جينا عند خويا محمد غادي يولعنا اليوم. مرحبا والف مرحبا. الله يبارك. كلاب ديال الحراسه شي حاجه إيه؟ مدربه اليفه ديسيبلين. المهم خويا محمد راه هو غادي يعطينا التفاصيل. المهم خوتي مرحبا بكم. المهم داكشي اللي قسم الله هو كنبارطاجيه معكم، داكشي على قد الحال. حنا ما كنقولوش عندنا شي حاجه احسن ما كاين في المغرب، ما كنقولوش، ما كنقولوش ما عندنا احسن في العالم. المهم عندنا داكشي اللي قسم الله هذا ما كان. المهم عندنا النشيوه هذه، راه كروازي فيها البولي وستاف امريكان. انا ديجا قلتها البولي وستاف امريكان. المهم كتشوفوا بياسة، المهم راه بياسة الحمد لله، راه اللهم بارك، راه محرفة والميزو كاين يعني بلا ما ندوي. راه سميتها محمد؟ سميتها سبارتا. سبارتا سبارتا ايه بيان. ديسيبلين اسم محمد هادي مع الصغير والكبير. كلشي فين شوال ده؟ كاين وليدات ديالو. المهم راه باقيين جوج نتيوات وتكير برانج ولادها. ولادها بالنسبة لهاد الوليدات هما وليدات سبارتا. كاين هذا ذكر مال انا اللهم بارك، كاين هادي فيميل. شحال عندهم دار؟ نهار 19 فاش الشهر 10 غادي يقفلوا، غادي يقفلوا 3 شهور قلت لك. تبارك الشريوات اسي محمد بصحة جيدة. انت اخويا تش كيبان لك؟ انا كيبانوا لي، ولكن كنبغي نسولك راك عارف ضروري من الطرح. لباس غنطلقهم وغتشوف كيفاش كيلعبوا. شو الكوليشي ديالهم كيفاش مبسط. بوا هما اسم محمد برانجي. سبحان لا. الله هذا خرج فيه برانج، هذا خرج البوا في الشكل القفورية والتفرقية. سبحان الله محمد خويا هادو شحال كيبقى الثمن ديال هذا؟ خويا كنقول فيه 2000 درهم، اللي بغى نقطع عليه نقطع عليه. مرحبا بابوجي المواصفات اخوتي حاضرة تولعوا لي وارى لي نشوفوا الوحوش الإيطالية. بالنسبة اخوتي كاين هذا الذكر هذا بقعد عليه شوية قبيح، كاين هذا الذكر هذا عنده عام وشهرين اللهم بارك. هانتوما خوتي بالنسبه لهذا السينيس راه مقادين، ما كاينش داك الديكالاج شتي شي السينيس كي مقادين مسطرين. خلينا من داك الكاني كورسو اللي فمو خارج. المهم بياسه داوي على راسها وبالورقه ديالها كوبلي. مرحبا والف مرحبا. ها هو الذكر انتوما كتشوفوا على خير. ها هو بياسه داوي على راسها هذاك الشيء اللي كاين. بياسه راه باينه. بالنسبه هذه هي راه ايرفاج واحد ديال ليطالي ايطاليانو. جاي من برا بجوج. هادي نشوى الام ديالو مو هادي مو عندها 3 سنين كيسا مع واحد الدكرة تا هو بيديكري اللهم بارك تا هي بيديكري الورقة ديالها. بالنسبة للجبالة شنو الجبالة كانت هي انا شوية والحمد لله راه بدات كتحسن الحمد لله. كديري ناس محمد الكلاب في الحراسة شي حاجة ممتازة؟ منهضروش كاين هاد نتيوا عاوتاني. هادي نشوى حتى هي هادي هادي سميتها هادي يا محمد؟ هادي ثاني كورسو هي سميتها ايفا. ايفا هادي معروضة للبيع. هادي معروضة. هي ديال الحراسة. مدربة اسم محمد ولا باقا؟ الحراسة. مرحبا بكم وما تنساوناش لايك اخوتي وبارطاجيو الفيديو. كوشي علي كوش كوشي ايفا بابوش فيروس كوشي كوشي يا اخوان. هذا سميتو محمد؟ فيروس فيروس سميتو خطيرة العشرين. شوفوا الشراسة ديال الكلاب اخوتي وردة الفعل ديالهم. Oh!
طلاش سي سي ايه سي اش قلت لك هنا 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 اجي كوش لا سبارتا هادي يا سي دي براف نو باتوش باتوش ليلي سي ايه فيروس السي طيب ما شاء الله اللهم بارك ولا عليا الاخوان ولا عليا اخوتي المغاربه والعشاقه راه غيشوفوا البياس وغيحكموا عليه المهم هذه راه معروضه للبيع الله يبارك اخ محمد اللمسه ديالك راه حاضره صحيح لاش 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 بارك هادي يا مولاي سيدي براف نو ما تشوفش ما تشوفش ليلي سي ايه هادي فيروس سي هادي ما شاء الله اللهم بارك ولا عليا الاخوان ولا عليا اخوتي المغاربه والعشاقة راه غيشوفوا البياس وغيحكموا عليه المهم هذه راه معروضه للبيع اللي بغاها بغا نقطعها هكا مرحبا بغا نقطعوا ليها مرحبا هذه اسم محمد شحال الثمن ديالها اخويا هذا اخويا الثمن الاخر ديالها هو 3000 درهم يعني اللي بغى يخدم بها راه الحراسه ويزيد يفرخ منها يعني قريبا طيح ان شاء الله الثالث شحال عندها في السن عندها عام وشهرين عام وشهرين اخويا شي كلبه ممتازه ما شاء الله انت انا غنوريك اخويا صحة جيدة ما شاء الله الميزو حاضر ابا محمد لا تعال شوف السنينات هانت راه قلت لك راه ما كنجيبش هنايا كاني الزبالو ديال كاني كورسو كنجيب كاني كورسو حقيقي هانت اخويا السنينات اللي تلقى عنده الكاني كورسو بالسنينات بحالو كمقادين سنة على سنة عرف راه عنده المليح عرف راه عنده المليح الله يبارك ولا بقيتي عندك محمد محمد وانت انت راك مليح الله يحفظك راه كاين الناس ملاح عندنا في المغرب راه الصراحه راه ماشي صحابي خوتي السلام عليكم اليوم غيكون فيديو شي حاجه روعه خوتي خويا محمد تحياتي خويا تحياتي خويا المغاربه وتحياتي خوتي المولوعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن ومرحبا بالجميع عند ملك الوحوش الاليف الله يبارك لي مولوص العشره اليوم شي حاجه هربانه الكاني كورسو كيلبو لي امريكا جينا عند خويا محمد غادي يولعنا اليوم مرحبا والف مرحبا الله يبارك كلاب ديال الحراسه شي حاجه إيه. مدربه اليفه ديسيبلين المهم خويا محمد راه هو غادي يعطينا التفاصيل خويا محمد تقرب حدايا الله يحفظك بالصويت ديالك تسمع مرحبا خويا اش كاين اخويا محمد كاين الله لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر المهم خوتي مرحبا بكم المهم داكشي اللي قسم الله هو كنبارطاجيوه معكم داكشي على قد الحال حنا ما كنقولوش عندنا شي حاجه كاين الخير ما كاين في المغرب ما كنقولوش ما عندنا احسن في العالم المهم عندنا داكشي اللي قسم الله هذا ما كان المهم عندنا النتيوا هذه راه كروازي فيها البولي وستاف امريكان راه ديجا قلتها البولي وستاف امريكان المهم راه كتشوفوا بياسه المهم راه بياسه الحمد لله راه اللهم بارك راه محرفه والميزو كاين يعني بلا ما ندوي راه سميتها محمد سميتها سبارتا 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 ايه بيان ديسيبلين اسم محمد هذه مع الصغير والكبير كلشي تبارك الله فايشه والده كلشي كاين الوليدات ديالها غادي نشوفوا ام خوتي ان شاء الله الولده الثانيه بابوجي الله يبارك تبارك الله دوبو الميزو شي حاجه ممتازه المواصفات اخوتي حاضره تولعوا ليه المهم راه باقيين جوج نتيوات وتكير برانج ولادها غادي نشوفهم ان شاء الله مرحبا ارى لي نشوفوا الوحوش الايطاليه بالنسبه خوتي كاين هذا الذكر هذا بقى بعيد عليه شويه قبيح كاين هذا الذكر هذا عنده عام وشهرين اللهم بارك ها انتم اخوتي
بالنسبه لها السنينات راه مقادين ما فيش داك الديكالاج شتي تبارك الله شي سنينات كي مقادين مسطرين خلينا من داك الكانيكورسو اللي فمو خارج فهمتش المهم فيها سداوي على راسها وبالورقه ديالو الورقه ديالو كوبلي مرحبا والف مرحبا ها هو الذكر تما كتشوفوا على خير ها هو البياسه داوي على راسها بلا ما داك الشيء اللي كاين البياسه راه باينه بالنسبه هذه هذه حتى هي راه ايرفاج واحد ديال الايطالي ايطاليانو اه جاي من برا بجوج هادي نشوى الام ديالو يمو عندها 3 سنين مو خوشي مو شهاد مع واحد الذكر تا هو بي ديغري اللهم بارك حتى هي بي ديغري الورقه ديالها اه بالنسبه للجبالات ماشي الجبالات كانت عيانه شويه والحمد لله راه بدات كتحسن الحمد لله كيدير الناس محمد الكلاب في الحراسه شي حاجه ممكن ما نهضروش كاين هاد النتيو عاوتاني هادي نشوف واحد جهه هي هذه سميتها هادي محمد هادي ثاني كورسو شهية سميتها ايفا ايفا هادي معروضه للبيع هادي معروضه هي ديال الحراسه مدربة اسم محمد ولا باقا ديال الحراسه اسم محمد غادي يورينا الخوت تولعوا ليا مع 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 روسكم مرحبا بكم وما تنساوناش لايك اخوتي وبارطاجيو الفيديو بسم الله على بركه بسم الله كوشي علي كوش كوشي ايفا بابو فيروس شي كوشي هذا سميتو محمد فيروس فيروس سميتو خطير على 20 شوفوا الشراسه ديال الكلاب اخوتي ورده الفعل ديالهم بطلاش سي سي ايه سي اش قلت لك هنا 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 اجي كوشي 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 اتاك اتاك لاش الله يبارك اخا محمد اللمسه ديالك راه حاضره صحيح لاش لاش اللي بغاها بغا نقطعها هكا مرحبا بغا نقطعوا ليها مرحبا هادي اسم محمد شحال الثمن ديالها خويا هذا خويا الثمن الاخر ديالها هو 3000 درهم يعني اللي بغى يخدم بها راه الحراسه ويزيد يفرخ منها يعني قريبا طيح ان شاء الله الثالث شحال عندها في السن؟ عندها عام وشهرين عام وشهرين اخوتي كلبه ممتازه ما شاء الله انت انا غنوريك خويا صحة جيدة ما شاء الله الميزو حاضر با محمد لا تعال شوف السنينات هانت راه قلت لك راه ما كنجيبش هنايا كاني الزبالو ديال كاني كورسو كنجيب كاني كورسو حقيقي هانت اخويا السنينات اللي تلقى عنده الكاني كورسو بالسنينات بحالو كمقادين سنة على سنة عرف راه عنده المليح عرف راه عنده المليح الله يبارك ولقيتي عنده محمد محمد وانت انت راك مليح الله يحفظك راه كاينين الناس ملاح عندنا في المغرب راه الصراحه راه ماشي انايا ما كنقولش انايا انا اللي عندي المليح كاينين اللي عندهم شي حاجه طوب على اللي عندي انايا متفق معاك خويا محمد الصراحه ديال متفق معاك كاينين موالي اللهم بارك مغاربه جاهدوا وصلوا المستويات انت خويا شوف ما انت كاع واش غايدير ما انا حيت الكلب ما غايب عمرو غادي يدير عليا انايا دابا انت مولاهم اسم محمد عارفينك غير كتدرب فيه التكير هذا حيت انا نهار الشوق باش هذا يلاه الشو يلاه خليتو الشو دخلتو تحت السيطره ديالي الكلب يعني ولا كيحتارني احترام جد 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 ما بلا ما نهضروش ولكن راه بنادم راه راه كيف كنقولوا ميكروب مع بنادم راه عندك تجربه اخ محمد اجو الدراري الدراري الريكاط اجي اجي البول دوغ البولي عفوا اخوش ياك اسم محمد هادي خليط مع الستاف البولي وستاف امريكا البولي وستاف امريكا عطا سيفيرو ها هو جد الدري الاخ باغي يخلع الكلب شوف خوتي دابا الشراسه اللي ولات عطاك فيروس
سيفيل. وريهم هذيك اللي معروضه للبيع يسرقوا محل اللي فيها. هادي يا خويا هادي اتاكي هادي هادي. قبيلة قبيلة لا بالجهل. اتاكي راه غير مع السنسلة عندها قصيرة هذاك الشيء علاش ما لقاش كيفاش دير تتاطاكي. الاخوان الاخوان اسمحوا لي باش نوجه لكم واحد القضية بالنسبة للاطاك راه ما كيتخدمش بالسنسلة في العنق ولا بالكولي راه كيتخدم بالصدرية. حنا راه غير كناخذوا لقطات من الاطاك وصافي هذاك الشيء اللي باش بنادم ما يفهمشيني ما يبقاش يقول لك الانسان يشوف الكلب يشوف النشاط ديالو كان يكورسو شي حاجة خوتي صراحة عشان نيفو عالي. خدم لينا مع سبارتا شوي سبارتا النشاط باغا تخدم باغا مشاهدة. لا الله يبارك اش زيد زيد هو طلق على الخوش اللي مولوس مطلوق ولكن راه الانضباط لا كوش ايه كوش كوش صراحة خوشي هاد الكلبة عنده وانا يحمقتني كوش ايه اطلاس هذي ركين الوليدة شالخوت ديالها اللي بغي يشوف الصغار ديالها احنا غادي نوريهم لكم ان شاء الله ونخليو النمرة ديال خاي محمد اللي بغى شي حاجة يتواصل معاه بس سي لا 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 سي ايه نو لا 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 سي نو دو رول ايه الوليدات ديالها شحال عندهم محمد دابا؟ دابا خويا دابا نهار 19 يقفل 3 شهور قدش بابوجي بابوجي هلا ناس ناس ربي ناس ايه سي ما تشوفشي انت باش تعرف فين ما نطيق والدريساج كيقول لي مولوس كيقول لي مولوس راه كيعدو شافوش شافوش هاك هاك سبارتا هي كتشيركي لي مع الدراري هيا زيد ايه كلاب خوشي عنده ديسيبلين كيتلاقى مع ولادو مع حنا جايبينهم دابا واحد الشيران فيه الدراري الصغار ونورمال عادي جدا كلاب مدربين الاخوان راه اللي ما عنده الكلب ما مدربش مزيان راه خطر خطر على الناس ياك اخاي محمد الكلب ما كانش مدرب راه صعيب باش تلقى في التيران بحال هكا وهي راه افضل حاجه هي يكون الكلب ديسيبلين مع الناس الله يرحم الوالدين يعني وقت الشراسه راه باينه حيت المشكله خوتي الخطير اللي كيطيح فيه بعض الاخوان هو الكلب كيعض ليه شي واحد وهذا هو الاشكال الكلب اخويا ضروري خصك تدربو باش يتعود على الانسان والحمد لله ما طرات حتى شي حاجه ويكون الامور فشي مزيانه يلا سبارتا اجي اخاي محمد مع الوحوش هو طلق لينا ها الكاني كورس او شي جايز ايفا زيد ايفا ناشطة زيد نعم اجينا يلا بيان لي باش كيتحركوا كيديروا التسخينات محمد هاد الربعة هادو غير هادي فيهم اللي معروضة هي هادي اللي معروضة للبيع وباقي عندي نسوا كديال كاني كورسور باقا في الدار هذيك يلا والده مبغيش نخرجها صافي غنشوفوها ان شاء الله اش غنقول لك اسمحوا لي ياك المهم راه كاينين تجربات ديال كاني كورسور هوان من بعد نشوفوهم ان شاء الله هاك هاك نو ما تشوفش لاعبين ماتش اخوش مصارعين على التينيس
رجعنا رجعنا رجعنا. زيد بلاصتك. هادو هما لي مولوس الاخوان، ماشي لو مولوس خصني نكون داير ليه غير سنسله ورابطو. لا راه الكلب خصو يتحرك، خصو يخرج جوا في النزهه ديالو. يعني انت باش تعرف الكلب وكان مقهور سدان اللي غتعيط عليه ما غايجيش، لقى الحريه دا مطلق على ربي. صح، ولكن اجي خصو يجي لبلاصتو. محمد اخوتي راه كيدرب حتى الكلاب ياك خاي محمد؟ كلاب للحراسه، التدريب ديال الحراسه. يعني داكشي ديال الفريستاي ما كنديروش، هذاكشي اللي كاين حيت لك يعني الدريسه ديال الفريستاي يعني راه داير الثمن، وانا الدريسه ديال الحراسه يعني واحد الثمن اللي داير ثمن رمزي. اشرح لينا كاين الاخوان ما عارفينش الفريستاي. الفريستاي اخويا هو بالنسبه بحال كيف كنقولوا دوك هي رياضه خاصه، ما فيه كيكون الكلب اصلا ديسيبلين، ما كيعض ما كيدير حتى شي حاجه، ما كيعضش نهائيا، كيكون ديسيبلين، ماشي ما كيعضش نهائيا، هو كيكون ديسيبلين بزاف. يعني ديك الرياضه الفريستاي فعلا نقولوا زيكزاك، السوطاج يعني دوبل سوطاج، فهمتيني؟ كاينين الحواجز، كاين قص على الحواجز، كاين بزاف د الحوايج. يعني يعني الرياضه فيها واحد العواق، فهمتي؟ العراقيل كنشوفوا الكلب واش غادي يقدر هو يتجاوز هذوك العراقيل ولا لا، يعني كتسمى كلب رياضي. والكلب ديال الحراسه راه بوحدو، وكلب ديال الزينه بوحدو، يعني كاين الكلب الرياضي. المهم حتى الاختصاص ديالك هو الطاعه، الكلب يكون ديسيبلين، الطاعه والشراسه. اجينا سبارتا. ايه سمع تيربو خويا خدام، سمع خدام الله يبارك. محمد خويا قول لنا شي حاجه خويا، واعطينا من بعد رقم الهاتف ديالك. المهم خوتي المغاربه وخوتي الملوعين كاملين، تحياتي لكم بعدا، واللي خصته اي حاجه في الكاني كورسو مرحبا والف مرحبا، واللي بغى اكوبلي مرحبا والف مرحبا، كي عندك البيديغري كي ما عندكش البيديغري. ثاني حاجه اللي بغى الوليدات يبغى يريزيرفي مرحبا، راه نمشي ورايا نوار اكوبلي، راه اكوبليا، وذكر انا راه غنبوستي الكوبلاج ان شاء الله. وبالنسبه لهذيك الكاني كورسو ايفا الفرنجيه راه هي هذيك اللي نقربوا لها، نقربوا عندها هذه، راه معروضه حتى هي للبيع، وراكم شوفوا كيفاش دايره في الدريساج وفي القباحه. يعني من هضروا الثمن اللي كنقول فيها هو 3000 درهم، وغنزيدكم واحد هديه من عندي وهي قابل للتفاوض. شكرا لك. هذه والله الا من عندي انا، انا كتطالب فيها انا 3500، وانا رديتها 3000 درهم مقابل للتفاوض. يعني اللي بغى يتبرع مرحبا والف مرحبا. وبالنسبه للدريساج اللي بغى يتعلم الدريساج وبغى يتعلم شي معلومات ويعرف معلومات على الدريساج وكيفاش يتعامل مع الكلب ديالو، يا في الدريساج يا في الماكله يا في كيفاش يدير معاه، مرحبا والف مرحبا. صفحه ملك الوحوش راه مفتوحه في وجه الجميع، فيسبوك فيسبوك يعني كندوز الصفحه هي ديك فيسبوك. وبالنسبه للقناه في اليوتيوب حتى هي راه ملك الوحوش راه مفتوحه في وجه الجميع، الالفه ملك الوحوش الالف فوالا بالعربيه بالعربيه، راه كيف الفيسبوك كيف في الصفحه الفيسبوك كيف اليوتيوب. سميه وحده دايرين، سميه وحده. قالت لينا خويا النمره ديالك محمد. انا نقول لكم النمره. وبالنسبه للوليدات ديال سبارتا راهم كاينين، والاب ديالهم ما بغيتش نوريكم، راه نوريكم الاب ديالهم اذا سخر فيه الله، راه غادي يكون ان شاء الله غادي يجي اذا سخر فيه الله. وبالنسبه للكوبلاج ديالو راه غنوريكم الكوبلاج ديالو. النميره وهي كالتالي 06 35 05 41 65، مرحبا بالجميع. وبالنسبه لليفريزون اللي بغى شي بياسه وخارج الدار البيضاء راه ما كاينش المشكل، بغيتي نصيفطها ليه في الكار نصيفطها ليه، بغاني نديها ليه نوصلها ليه حتى لعندو نوصلها ليه حتى لعندو، ما كاينش المشكل، مرحبا والف مرحبا. العراقيل حنا راه ما عندناش. شي نصيحه سي محمد بالنسبه للدراري اللي المواليه الجداد؟ واحد النصيحه اخوان، دابا راه شحال من واحد، دابا اغلبيه ما كاينش مولوعين جداد، ما كتسموش مولوعين جداد، تسموا معاندين جداد. وكاينين اللي باغي يتولعوا، انا ما كنعممش، يعني الا كنت اخويا غادي تشري الكلب غير معانده، بالك واحد الدري جاركم عنده كاني كورسو قلتي حتى انا شريت انا كاني كورسو غادي نرزي راسك وكذا، راه صعيبه راه ما ساهلاش باش غتجي وتربي كلب، راه واحد راه يقدر يسطيك خصو يعتني بيا خمر، راه ما جاش غتشدو غتضربو في لانيش وتقول لي راه لا كنعطيه الكروكيت ولا كنعطيه، راه ايه راه الكلب راه عنده وقت، عنده تدريبات، عنده وقت وقتاش خاصو يخرج وقتاش خاصو يعوم، عندك جوج خرجات في النار خاصك تخرجو، عندك الكلب خاصو يخرج عاوتاني تخرجو وسط الناس يعني باش يبقى اجتماعي.
زيد البروغرام ديال الماكله ديالو، زيد الصحه ديالو، زيد خاصك الكونترول عند البيطري مره في 6 شهور، يعني عندك جوج مرات في العام كدير كونترول جينيرال على الصحه ديالو. يعني كتعطيه من حتى شي حاجه؟ لا ابار داكشي، راه ابار داكشي الفاكسان هذا راه ما ندوش عليه الفاكسان ديالو من العام للعام ديال جميع الامراض وديال لاراش. اغلب كاين اللي كي ما الله يكون في العون كاين اللي كيديرها غير لاراش، ولكن هي يشوف شو الصحه ديال الكلب، يشوف جيبه، ماشي لا خسر شي حاجه على الكلب وخسر شي على الكلب، لا خسر شي على راسي. بصح راه هو مخلوق خصك تحمل مسؤوليته. راه ما شديتي وربيتي الا خصك تحمل مسؤوليته. راه هادشي راه ما ساهلش، حيت ربك ما غاتقولش قدرني الجوع ولا ضرتني هادي ولا ضرتني هادي، يعني الا ما كنتيش حريفي ومولوع ديال بصح يعني من القلب ديالك، حيت هادشي كيبغي تعطيه داكشي من القلب ديالك من الداخل ديالك. سي محمد كنت شفتك لحتي واحد الفيديو ديال واحد الكلب مريض كشي عالجي، هضر لينا عليه شويه. والله يا خويا حتى اليوم عاد تلاقيت مع مواليهم قسما بالله. هذاك اش كان مالو اسم محمد؟ هذيك كانت واكله السم ومحصوره. الله يسر يا لدرجه تبقاش كتقطمو، ودابا الحمد لله وغندير لكم الاخوان فيديو وغنوريكم الكلبه كيفاش ولات ان شاء الله. الصور لايح فيديوهات ديالها في اليوتيوب وفي الصفحه ديالي. شاك انت هو داك الدري. ايه لايحه وغتشوفوها كيفاش ولات ان شاء الله. غنمشي غندير لها فيديو ان شاء الله وغنلوحو لكم.